انت هتكتب ايميل، رايت ان ايميل اوف اباوت من حوالي كده 40 كلمه 40 words to your friend تامر، لصاحبك تامر، ما فيش مشكله وماله. about a perfect eco tourism in Egypt، يعني البرفكت يعني الممتاز، السياحه البيئيه الممتازه في مصر. your name is جاسر، والنبي الاسم حلو، and your email address is طبعا jaser@gmail.com، وصاحبك ان انت اسمك جاسر، يعني اكيد صاحبك اسمه مثلا تامر، اي شوف تامر سلام، ولسه قايل فريند تامر، ماشي، وادي الايميل بتاع تامر. هنبدا الاول نحط، طبعا بصوا يا جماعه، وانا لما باجي اعلم طلبه بتوعي يعملوا ايه في الايميل ده، اول حاجه هو لازم يحط السبجكت، دي اول حاجه تيجي في مخك. ليه؟ لان هو بعد اباوت، بس احنا بنعلمها كده، فلا مؤاخذه يعني ركزوا معايا، اباوت بيرفكت ايكو توريزم ان ايجيبت، هنكتبها هنا بيرفكت او ا بيرفكت، عادي بيرفكت، اصل هو السبجكت يعني موضوع الرساله يعني عن، تمام، يبقى بيرفكت، بيرفكت يعني ممتاز. طبعا هنا ايكو توريزم ان ايه، ان ايجيبت، دي كده اول حاجه. تاني حاجه بقى تو فروم، فروم يعني من، وتو يعني الى، ودايما هو اول ايميل بيكون على فروم اللي هو جاسر، اللي هو انت يا جاسر، jaser@gmail.com، اهوت jaser@gmail.com. والتانية ايه، تامر @gmail.com. خلصنا كده، نيجي بقى على الكلام اللي هنا، هو سايب لك شوف مساحة قد ايه وعامل لك كومة، هتكتب هاي يعني ازيك، هاي ايه، هاي جاسر، ما صديقك بقى، ما انت لازم تبقى انت ايه، حط الكومة عشان احنا خليناها، او الكومة دي سوري، هتقول هاو ار يو، كيف حالك، هاو ار ايه، هاو ار يو يا جاسر، تمام. I would، او ممكن تقول today، المهم ان انت، المهم انك تقول حاجة حلوة يعني. I would، would دي ما بتجيش لوحدها، لا بتيجي عادي، بس بيجي، بصوا يا جماعة يا would دي لها قاعدة، هي بمعنى يا ود، فهي ممكن احط بعدها I would tell you، انا ممكن، انا حابب ان انا اقول لك tell you about، انك حاطط موضوع الرسالة، انت كده حطيت جملتين في البلالة، مش اي حاجة، حط موضوع الرسالة perfect ايكو توريزم، طبعا ما تقولش ا بيرفكت، او قول عادي ان ايجيبت يعني حياه بريه سعيده، يعني سياحه بيئيه سعيده رائعه، بيرفكت ممتازه. يو كان، يو كان جو اند انجوي، يعني ممكن تروح وتستمتع، وايلد لايف ان ايه، ان طابا، ذير از، كمان السويت لوجي او الايكولوجي اللي هي ذير ار بقى، ذير ار ايكولوجيز اللي هي الاكواخ الصغيره الصديقه للبيئه، and you can، وانت ممكن تستطيع ان انت have a meal، have a fantastic meal، وجبة رائعة مع مين، مع local resident او local، او local people، with local people. انت كمان ممكن تزور البلدة اللي هي نواميس، you can visit نواميس، you can see rare birds، ممكن تشوف طيور نادرة، it's عايز انهي بقى، هقول it is
a great life. هنكتب هنا life in طابة. وهتنهي كلامك بيورز وتكتب اسمك يا تامر، يورز تامر، بس خلاص.